السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعلم اليوم درسا لصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة، وعاش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق. سوف نتعلم اليوم عن حياته واسمه الحقيقي وشخصيته وفضائله، وماذا كان يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم بالدعوة الإسلامية. أولا سنتعرف إلى اسمه الحقيقي، وهو أولا أبو بكر الصديق. اسمه الحقيقي عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي. اسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي. كنيته أبو بكر، وهو مشهور بها. لقبه الصديق. لماذا لقبه الصديق؟ لأنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء جاء به، سواء الدعوة إلى الإسلام أو أي خبر يقوم به الرسول، كخبر الإسراء والمعراج. إسلامه أول من أسلم من الرجال. خلافته أول الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن نقول أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تكون ابنة أبي بكر الصديق. وهاجر أبو بكر الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أثناء الدعوة إلى الإسلام. وماذا نعني بأنه أول خليفة للمسلمين؟ أي أن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تولى شؤون المسلمين بكل شيء. والآن سوف نتحدث عن وفاته. توفي سنة 13 هجري وعمره 63 سنة. والآن سوف نتحدث ملخص ما جاء بهذا الفيديو. أولاً كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الصغر. ثانيا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ثالثا هاجر مع الرسول من مكة إلى المدينة أثناء الدعوة إلى الإسلام. رابعا والد السيدة عائشة رضي الله عنها. خامسا أول من آمن من الرجال. سادسا أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا وأخيرا توفي سنة 13 هجري وعمره 63 سنة. وفي النهاية نقول ما أعظم شخصيته وما أروعها.